أبناء وبنات طلب بكالوريوس الطب والجراحة الدارسين للجراحة العامة فيسوس دكتور باكي بروفيسور اوف جنرال سيرجي فروم ايجيبت ان سيريز اوف سيرجري ميد ايزي فور اندر جرادويت ميديكال ستودنتس. الفيديو اللي فات استعرضنا في الاستريتد اوفر فيو الفينوس اناتومي اوف ذا لور ليمب والدي في تي. النهارده هنبص عليه من كتاب القصر عشان نشوف اذا كنا نسينا شيء. ففي كتاب القصر بيتكلم على سيرجيكال اناتومي اند فيسيولوجي، فبيقول الرجل فيها 3 سيستم. هتجد هنا كلمه 4، هو تقريبا حط السوليوس ليكس اوف فينز اللي هي ما فيهاش فالفز فكنمره 4، بس خليهم 3 افضل. اوكي، ايه الثلاثه بقى؟ اللي هو سوبرفيشال فينز والديب فينز والكوميونيكيتنج فينز. السوبرفيشال فينز من اسمهم سوبرفيشال تو ديب فاشيا، فيبقوا بالضروره سبكتينوس، واشهرهم اللونج سافنس فين والشورت سافنس فينز، وفي طبعا اذر تريبيوتريز. اللونج سافنس فين زي ما قلنا الفيديو الماضي بيبتدي من الميديال اند اوف ذا دورسال فينوس ارش وينتهي عند السافنس اوبننج لما يصب في الفيمورال فين، والكورس بتاعه ان هو طالع انتيريور تو الميديال مالولس، وما تنساش كلمه انتيريور دي عشان الفينوس كات داون، وبيعمل كروسنج لللور كوارتر اوف ذا تيبيا، وبعد كده بيطلع على الثاي رايح على السافنس اوبننج. بلوزاني بيبقى very close relation to saphenous nerve، عشان كده لما بنعمل strapping لي long saphenous veins بنعمل strapping من عند saphenous opening up to the knee. وهو بيصب في التيرمينيشن بتاعه اللي هو femoral vein، بيبقى فيه tributaries مهمة بتصب فيه هو شخصيا قبل ما بيصب في الفيمورال فين، اللي هم سوبرفيشال سيركمفليكس إلياك فين، سوبرفيشال إبيجاستريك فين، وسوبرفيشال اند ديب اكسترنال بودندال فينز. دول مهمين ان انت تعرفهم لان بيحتاجوا ان انت تربطهم لو انت قررت تعمل ستريبنج لل لونج سافنس فين از تريتمنت اوف فاريكوز فينز، اذروايز هيحصل ريكارنس. وبعد كده في السوبرا باتيلر فين، وفي الانتروميديال والبوستروميديال فينز زي ما شفناهم في الفيديو الماضي، والبوستيرو ارش فين والانتيريور ارش فين. والحاجات دي موجوده هنا، ادي السوبرفيشال سيستم اللي هو اللونج سافنس فين من الميديال اند اوف ذا دورسال فينوس ارش اب تو ذا سافنس اوبننج عشان يصب في الفيمورال فين، و الليسر او شورت سافنس فينز بيصب في البوبليتيال فين، وسوبرفيشال سيستم سوبرفيشال تو ذا ديب فاشيا والديب سيستم ديب تو ذا ديب فاشيا، بينهم كوميونيكيتورز. اوكي، وده الاناتومي بتاع اللونج سافنس فين، والامبورتنت تريبيوتريز بتاعته البوستيرو فينوس ارش والانتيرور ارش فين، سوبرا باتيلر فين، والبوسترو ميديال ثاي فين، والانترو لاترال انترو ميديال ثاي فين. اوكي، ومعين الشورت سافنس فين بيبدا من اللاترال اند بتاع الدورسال فينوس ارش وبيمشي ورا اللاترال ماليولس في البوستيرور اسبيكت اوف ذا ليج، ومعين يخترق الديب فاشيا علشان يصب في البوبليتيال فين. وهنا في الرسمة دي بتبين لك حاجة مهمة جدا في السيستم اوف فينز، قلنا عليها المرة اللي فاتت اللي هو الصمامات الفالفز. الفالفز باي كاسبت بتسمح بمرور الدم من تحت لفوق، ويجي الدم ينزل لتحت يلاقيها قفلت، فمضطر مع المسل بامب ان هو يطلع لفوق. لو حصل دي في تي او حصل كونجينيتال انوميليز او حصل دايلاتيشن في الفين والصمامات دي بعدت عن بعض، الدم هيبقى رايح جاي مع انقباض العضلات، فيحصل احتقان في الرجل وما يسمى ب كرونيك فينوس انسفيشنسي.
ودي الفينوس فالفز في الرجل في موجوده في السوبرفيشال سيستم وفي الديب سيستم وفي الكوميونيكيتور، وقلنا بتسمح بالدم ان هو يمشي من تحت لفوق فقط ومن السوبرفيشال للديب. وقلنا البرفوريتنج فينز ليها اسماء تانية اللي هي الكوميونيكيتنج فينز، بتخترق الديب فاشا وبتبقى بريدجنج السوبرفيشال سيستم للديب سيستم. و قلنا الميديال انكل بورفوريتور لازم تبقى عارفهم، دول 2 و4 و6 انشز فوق الميديال مالولس، بيعملوا كوميونيكيشن بتوين البستيرور ارش فين والبستيرور تيبيال فين. في حاله لما بيبقوا انكومبتنت بينقلوا الدم بالعكس ريفلكس من الديب سيستم للسوبرفيشال سيستم، وبالتالي بيرفعوا الفينوس بريشر في المنطقه بتاعت الجتر اريا، عشان كده الفينوس ألسر بتبقى كومن في هذه المنطقه. وبعدين ايه بقى العوامل او الفاكتورز اللي هي بتساعد في الفينوس روتيرن؟ ايه اللي يخلي الدم عكس قوى الجاذبيه ينتقل من رجلك للقلب؟ الصمامات مهمه جدا، الصمامات مهمه جدا يوني دايركشنال. لو الصمامات بايظه الدم مش هيعرف يرجع القلب بالكفاءه اللازمه. فلو حصل دمار للصمامات بسبب دي بي تي او كونجنتال انوميليز او اتساع في الوول بتاع الفين، هيبقى صعب جدا ان يحصل جود فينوس ريتيرن من اللور ليمب للهارت. حاجه تانية مهمه اللي هي المسل بامب. العضلات لما بتنتب تمشي العضلات بتزق على الديب فينز، بتزق الدم لفوق، وبقى بعد كده لما العضلات بترتخي بيحصل الضغط بيقل في الديب فينز فبيسحب الدم من السوبرفيشال سيستم. وانت واقف بدون حركة بيبقى ضغط الدم عند الانكل 90 مليمتر ميركوري. اول ما تمشي والفسيولوجي بتاعك سليم والدم يتحرك لفوق، ضغط الدم هنا يقل الى 30 مليمتر ميركوري. فالمسل بامب مهمة جدا، ووجود الارتري بجانب الفين الارتيريال بالسيشن بتاعته بتساهم في اندفاع الدم في الفينيا كوميتانتنس. والنيجاتيف انتر ثوراسيك بريشر، طول ما انت قاعد بتتنفس كل ما بتغير الضغط جوه الانتر ثوراسيك مع الاكسبيريشن والانسبيريشن، النيجاتيف بريشر بيزود الفينوس ريتيرن وبيسحب الدم من اللور هاف اوف ذا بادي. اوكي، ده نوت من ميدسكيب. بتقول ايه النوت دي؟ بتقول لك الفينوس بريشر ات ذا ليفل اوف ذا انكل بيبقى 90 مليمتر ميركوري في الوضع واقفا، وبيقل ل 30 لما تمشي. وان الفينز بتوع رجلك دول كاباستنس فينز، بيستوعبوا من 60 ل 70% من الفوليوم اوف بلاد. عشان كده لما بتشوف عسكري امن مركزي واقف مده كبيره بدون حركه ومفيش مسل بامب، او عساكر التشريفه اللي هم على بيبان القصور، ساعات تشوف كده مقاطع واحد فيهم فجاه يجي له فازو فيجال اتاك ويقوم واقع. ليه؟ مفيش مسل بامب. ف الفينز بتوع رجله بيستوعبوا كمية دم كتيرة جدا، وهم عندهم قابلية للدايلاتيشن والوول بتاعهم بيبقى سن، فلما بيستوعبوا كمية كبيرة من الدم بيقل الدم اللي رايح للبرين ويحصل له فازوفيجل اتاك ويقع من طوله. اوكي، يبقى ده الفاكتورز هيلبينج فينوس ريتيرن. طيب نيجي بقى للجنرال برينسيبلز اوف فينوس ثرومبوزس، جلطات الاورده. زي ما قلنا المره اللي فاتت ممكن تحدث في الاورده السوبرفيشال او الاورده الديب. ايه اللي بيمهد او بيعمل بريديسبوزيشن لحدوث جلطه؟ الدم يتجلط في الاورده، الترايات بتاع فيركو. فيركو ده عالم الماني، وقلنا مرة اللي فاتت الفي بتتنطق اف، يبقى فيركوز ترايات. ايه الثلاث حاجات بتوع فيركو؟ اللي هو حصل دامج للاندوثيليوم او في فينوس ستيتس او في هايبر كواجلابيليتي اوف ذا بلاد. حصل دامج للاندوثيليوم بسبب تروما
during pelvic operation او inflammatory process زي pelvic abscess. حصل venous stasis زي prolonged recumbency bend او long trips بتسافر من مصر لامريكا وقاعد على الكرسي في الطياره 12 ساعه ما بتتحركش، ممكن يجي لك دي بي تي، لازم كل شويه تقوم تتمشى في الطياره، تروح عند الكافتيريا تشرب لك حاجه، او كاستس واحد متجبس رجله وما بيتحركش، congestive heart failure، كل ده بيعمل استيزيس. او venous compression from outside زي واحد عنده pelvic tumor وضغط على الاليك فينس فحبس الدم في اللور لمبا وعمل استيزيس، او pregnant lady في الشهور الاخيرة للحمل اليوترس قافل على الفينز بتوع البلفكس وعامل استيزيس، او بيلو اندر ذا نيز، ودي عاده سيئه موجوده في المستشفيات، الحاكمات ما بينتبهوش ليها، يحطوا مخده تحت ركب العيان وهو نايم، فدي طبعا بتقفل على البوبليتيال فينز وبتعمل استيزيس في القاب فينز وممكن تتسبب في دي في تي. هايبر كواجولابيلتي اوف ذا بلاد دي مهمه جدا، نتيجة ايه؟ في عوامل اللي هي انتي كواجلانت يحصل فيها نقص، زي ايه؟ زي الانتيثرومبين 3 بروتين اس اند بروتين سي، فدول لو فيهم نقص الدم هيبقى هايبر كواجولابل، عنده قابلية للتجلط او البوليثايثيميا او فاكتور 5 لايدن ميوتيشن. وفي سكند هايبر كواجولابيلتي مثلا واحدة ست بتاخد oral contraceptive pills أو malignancy، دول بيعملوا secondary hypercoagulability of the blood ويمهد للvenous thrombosis. وفي الرسمة دي فيها أشكال للvenous thrombosis، great saphenous vein ده هيبقى superficial thrombophlebitis، ولو حصل thrombosis في الiliofemoral فين كل الرجل هتورم، لو حصل ثرومبوزس في الفيمورال فين القاف اريا هي اللي هتورم، فمن مكان الورم ومكان التندرنس ممكن تستنتج الثرومبوزس حصل فين. لو الثرومبوزس حصل في القاف فينز فالانكل والفوت هيورموا، لو دخلت بروكسمال شوية للفيمورال فين فالقاف هو اللي هيورم، لو دخلت بروكسمال شوية للإليوفيمورال segment كل الرجل هتورم. وقلنا superficial thrombophlebitis اللي بتحصل في following condition، واحد عنده varicose veins، حصل venous cannulation for intravenous infusion وحصل injury للendothelium بتاع الفين بالتب بتاع الكانولا، و injection of irritant drugs، او في Berger disease او في visceral malignancy what's called thrombangitis obliterans، وفي البوليثايثيميا. طب ايه الكلينيكال فيكتشر بتاع جلطه في الاورده السطحيه؟ يبقى الوريد ريد وبينفول وكورد لايك وتندر وفي سلايد بايركسي. اوكي، طب ايه الكومبليكيشن بتاع التجلط في الاورده السطحيه؟ ممكن يحصل فيها انفكشن، ممكن تقعد تمتد الجلطه لغايه لما تقرب من كوميونيكيتنج فين وتنتقل من الوريد السطحي للوريد العميق وتتسبب في حدوث ديب فينوس ثرومبوزس. اوكي، طيب هل الجلطه في الاورده السطحيه ممكن تتحرك وتعمل بالمونري امبوليزم؟ الاجابه لا. ليه؟ لانها ادهرنت للوول، لا تتسبب في بالمونري امبليزم. اللي بيتسبب في بالمونري امبليزم الديب فينوس ثرومبوزس. هنعالج السوبرفيشال ثرومبوفلوبايتس ازاي؟ باي الاستيك ستوكينج، الشراب الدوالي، انتي انفلاماتوري دراجز زي اسبرين ونان سترويدال انتي انفلاماتوري، انتي بيوتكس لو في انفكشن، هيبرين لو شكيت او تاكدت من وجود اسوشيتد ديب فينوس ثرومبوزس او الجلطه في الوريد السطحي ابتدت تقرب من السفينو فيمورال جانكشن عند السفنس اوبننج، ففي احتمال تنتقل للديب فينز، ففي الحاله دي ممكن تستخدم هيبرين. لو قربت قوي من السفينو فيمورال جانكشن لازم تعمل بروفلكتيك ديسكونكشن، ان انت تفتح على السفينو فيمورال جانكشن وتربط الكونكشن بتوين السفنس فين والفيمورال فين. الديب فينوس ثرومبوزس ثرومبوزس في الأوردة العميقة الأكزاكت إنسيدنس بتاعه غير معروف. ليه؟ لأن في حالات بتبقى أن
noticed في حالات بتبقى ايه symptomatic. اوكي طيب ايه ال predisposing factors مين اللي هيحصل له DVT؟ اتفقنا اي حد عنده فيركوس ترياد اللي هو endothelial injury او stasis او hypercoagulable blood ممكن يجيله DVT بسايد لو كان obese لو كان old age لو on lady on contraceptive pills لو عنده بس تيستو previous DVT لو عنده malignancy لو تعرض لميجور تروما كل دي predisposing factor for DVT. طيب ازاي بتحصل الثرومبس في الديب فينز؟ اول حاجة هي الاماكن المحببة ليها الكاف فينوس ساينسيس لان الفينوس ساينسيس اللي جوه العضلات ما فيهاش صمامات فممكن يحصل فيها ستيزيس بسهولة ففي المنطقة دي اول حاجة تحدث حاجة اسمها جري كلاستر تجمع للبليتلتس لما البليتلتس تتجمع يبتدي الفايبرين والار بي سيز يتجمعوا فوق منها ان لامينيتد ابييرنس لامينا فوق لامينا طبقه فوق طبقه طبقه بليتلتس وطبقه فايبرين وار بي سيز طبقه بليتلتس وطبقه فايبرين وار بي سيز فهيعملوا المنظر بتاع لاينز اوف زان. اوكي لما الجلطه تقفل الوريد تماما الجزء البروكسيمال اللي فوق الجلطة يبقى فيه ستيزيس فيعمل فيه جيلي لايك ثرومبس دي بقى مش ادهرنت للوول وعندها قابلية ان هي تنطلق وتوصل اللنج وتعمل بالمونري امبوليزم اللي هي جيلي لايك ثرومبس اللي فوق الادهرنت ثرومبس اللي تكونت في الفيز ده. اوكي طيب بعد كده بقى ايه الفيت بتاع هذه الثرومبس ممكن يحصل فايبروزيس وأورجانيزيشن وتضيق الفين وتدمر الصمامات وتدخل العيان في واتس كولد بوست فليبيتك سيندروم أو كرونيك فينوس انسفيشنسي اوف ذا لور ليمب اللي احنا شرحناها في الفيديو السابق. طيب الجلطة ذات نفسها ممكن الجسم يمتصها لان الجسم عنده ميكانيزم فور فايبرينولايسيس فايبرينولايسيس بالبلازمين وبالفاجوسيتوزيس ممكن الجلطة تمتص على مدى قد ايه على مدى 9 اشهر 90% of occluded veins are recanalized عشان كده لما واحد بيحصل له جلطة في الأوردة العميقة للقدم بياخد الانتي كواجلانت وموانع التجلط لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر ودي مدة أقل مدة علشان تديله فترة أن يحصل recanalization للأوكلودد veins. طيب إيه الكلينيكال فيتشر بتاع واحد عنده جلطة في الأوردة اللي في رجله؟ ممكن جدا تختلف من ان مفيش سيمتومز او مش ظاهره سايلنت تماما الى بالمونري امبوليزم اند ديث يعني شوف بتتراوح ما بين سايلنت هي موجوده بس مش معبره عن نفسها اب تو كلينيكال بيكتشر اوف ديث الكلاسيك بيكتشر الترياد اوف بين tenderness and swelling واهم حاجه السويلنج ايه الترياد ده بقى يعني العيان يبقى عنده pain وسويلنج وtenderness البين بسبب الاحتقان وانسداد الاورده فيحس بتايتنس في الكاف اريا او الثاي اريا على حسب هل الثرومبوزس ديستال ولا بروكسيمال والسويلنج ده الموست ريلايبل فيسكال ساينز بتقارن الاطراف ببعضيها وبتستخدم التيب عشان تميجر الكاف سيركمفرنس وتحدد السويلنج وهل هو بروجريسنج ولا ريجريسنج. اوكي والتندرنس بنكشف على التندرنس كلينيكال ازاي بحاجه اسمها هومن ساينز وقلنا ان هي ان ريلايبل وماي بي ريسبونسبل فور ديسلوجمنت اوف ثرومبس. اوكي في مجموعه بقى من الدي في تي كومبليكيتنج جروب اللي هي فليجماجيا البا دولنس فليجماجيا سيريولي دولنس وقلنا المره اللي فاتت ازاي دي بتتطور الى دي وقلنا ان في الفليجماجيا سيريولي دولنس بيبقى المين اليو فيمورال سيجمنت والكولاترالز كلهم ثرومبوزد فبيحصل سيفير فينوس كونجيشن وسيانوزس في اللور ليمب بيتطور الى فينوس جانجرين في بعض الاحيان
الكومبليكيتد كيسز اوف دي في تي ممكن تبقى كومبليكيتد باي بالمونري امبوليزم، العيان هيشتكي من سيفير تشيست بين ديسنيا اند هيموبتسيس. اوكي طيب الاسيمتوماتيك جروب بقى او السايلنت جروب دي اللي عندها دي في تي بس مش معبره عن نفسها، بنعرفها ازاي؟ ليتر اون العيان يجي بيشتكي من كرونيك فينوس انسفيشنسي في اللور ليمب او بيشتكي من بالمونري امبوليزم. دي بتعرفها كلينيكال ازاي وقت حدوثها بوست اوبرتيف؟ ان العيان بتاعك يبقى عنده unexplained rise of temperature and pulse. اوكي طيب نيجي بقى للانفستيجيشن اللي هتساعدك في تشخيص الدي في تي. اتفقنا ان هما معمل وأشعة، واتفقنا ان هما في المعمل ما تنساش الهاي سنسيتيفتي دي دايمر، ليه دور مهم جدا في الحالات اللي هي الاكوفوكال، انت شاكك بس مش قوي فتعمل الدي دايمر ما تلاقوهش عالي، يبقى تطمن ان العيان بتاعك ما عندوش دي في تي، وممكن كمان ما تطلبلوش التراسونوجرافي. اوكي انما طبعا ممكن جدا بقى تتوسع في المعمل لو لاحظت ان العيان بتاعك صغير في السن وعنده دي في تي وعنده فاميلي هيستوري اوف دي في تي وعنده ريكارنت دي في تي، فممكن تطلب له بقى البروتين اس والبروتين سي وانتي ثرومبين 3. اوكي بعد ما تخلص المعمل هتعمل دوبلر، وهتعمل الدوبلكس التراسونوجرافي. الدوبلر زي ما اتفقنا بيعمل نورمالي بتسمع فينوس هام، الدوبلر ده سماعي، انما الدوبلكس سماعي ورؤية. الدوبلر بتسمع فينوس هام على الفيمورال فين، ولو ضغطت على سمانة رجله بتدفع الدم الى اعلى، فالهام يبقى رورينج ساوند. اوكي والحساسية او الدقة من 80-85%. اوكي وبعد كده بتطلب للعيان الفيرست لاين انفستيجيشن، اتفقنا الدوبلكس الترا ساوند سكان، وده بيصل الدقة بتاعته ل 100%، وده الستاندرد تيست دلوقتي، وبيغني عن الفينوغرافي، بيبين لك سكان في جلطة، بيبين لك سكان في دالاتيشن، وبيبين لك سايت بتاعهم، والكالر دوبلر بيبين لك الفين وبيبين لك الارتر. فممكن طبعا الدوبلكس يكتشف لك في الدي في تي دايليتد فين او بور فلو او ثرومبس جوه اليومن او لوس اوف فلو ويز ريسبيريشن، مفروض مع التنفس الفينوس تيرن يزيد، انما في وجود الجلطه مش هيزيد. طبعا في دور للمالتي ديتكتور سي تي فينوغرافي، وفي دور للماجنتيك ريزونانس فينوغرافي. الحاجات القديمه اللي هي ان انت تجيب فايبرونجين بتاع العيان وتحط عليه يود مشع وتحقنه للعيان تاني وتصوره في الاماكن اللي هيحصل فيها الموجود فيها الجلطه، واخد بالك، او ان انت تعمل ascending venography، دي historical ما حدش بيعملها دلوقتي. differential diagnosis بتاع الجلطة قلناها في الفيديو السابق، اللي هي الحاجات اللي بتعمل ورم ووجع في سمنت الرجل، زي contusion of the calf muscle، زي rupture plantaris tendon، زي calf hematoma، زي rupture the picker cyst، زي lymphatic obstruction، وزي cellulitis. وقلنا ازاي نعمل وقاية من الدي في تي بطريقتين، طريقة فيزيكال ميكانيكال وطريقة بالادوية. الطريقة الفيزيكال الميكانيكال ان انت تقول للعيان بتاعك قوم اتحرك بعد العملية، ان انت تحاول تعمل له اكتف ليك اكسرسايز وايل ان بيت، ان انت تبقى حريص ان هو يبقى هيدريتد ويل بالانترافينوس فلويد، ان انت تو بروفايد هيم ويز الاستيك ستوكينج سبورت، وهو جوه اوضه العمليات لو هو هاي ريسك تو ديفلوب دي في تي تلف رجله بالجهاز بتاع الانترميتنت نيوماتيك كاف كومبريشن اللي احنا شفناه في الفيديو السابق. اوكي طيب وبناء على الاسسمنت بتاعك لو هو هاي ريسك تو ديفلوب دي في تي، زي ما يكون كبير في السن او عنده باست هيستوري اوف دي في تي او عنده مالجنسي او هيعمل ميجور سيرجري او العمليه بتاعته هتطول عن 45 دقيقه، فممكن تزود على الفيزيكال ميجرز دي دراجز
في مين في العيان اللي هم زي ما اتفقنا اللي هو هاي ريسك تو ديفلوب، عنده هيستوري، عنده ميجور سيرجري، elderly اوبيز، او في ميلز كانت بتاخد كونتراسيبتيف بيلز وبتعمل عمليه ايرجنت، المفروض اللي في ميل اللي بتاخد كونتراسيبتيف بيلز تتوقف عنهم قبل الالكتيف سيرجري بستة اسابيع، انما لو ما توقفتش تبقى هاي ريسك تو ديفلوب دي في تي، ولازم مش بس نكتفي بالفيزيكال ميجر، لازم نديها ادويه. ايه الادويه بقى اللي هنديها؟ الانتي كواجلانت. الانتي كواجلانت اللي هم لو دوز هيبرين اللي هو كالسيبارين 5000 وحده سبكتينس قبل العمليه بساعتين، ويكرر كل 12 ساعه لغايه لما العين يبقى امبلانت، او لو مولكولار ويت هيبرين اللي هو الانوكسيبارين اتكلمنا عليه في الفيديو السابق، ده بيتاخد برضو سبكتينس وممكن يتاخد وانس ديلي فول فور بروفيلاكسيس. فطبعا حتى ممكن بعد العمليه العيان ياخده ات هوم، انما الهيبارين بيتاخد انترافينوس فمحتاج هوسبيتال ادميشن. في بقى في الميدسكيب يقول لك توقيت اعطاء الهيبارين او الانتيكواجلانت قبل العمليه بيختلف من امريكا لاوروبا. الامريكان يحبوا يدوه 12 ساعه بعد العمليه. ليه؟ بيبقوا خايفين ان انت تدي انتيكواجلانت قبل العمليه العيان ينزف منك في اوضه العمليات. جماعه في اوروبا بيدوه 12 ساعه قبل العمليه، يبقى في اوروبا بيتاخد قبل العمليه، في امريكا بيتاخد بعد العمليه. اوكي، ده الكونتروفيرسي في التايمينج او توقيت اعطاء الانتيكواجلانت اس بروفيلاكسيس against DVT. طب لو حصل DVT بقى هتحتاج علاج، مش هتحتاج وقاية. الهدف من العلاج بتاعك ايه؟ واحد، ان انت تمنع تكون نيو ثرومباي. اتنين، ان انت تمنع البالمونري امبوليزم. تلاتة، ان انت تحافظ على الفينوس فالفز علشان تحمي العيان في المستقبل من كرونيك من كرونيك فينوس انسفيشنسي او بوست فليبيتك ليج او بوست ثرومبوتيك سندروم، كلها اسماء لنفس الشيء. اوكي، هتعالج ايه بقى؟ نيجي بقى برضو في كونتروفيرشي ديبيتابل ايشيو ما بين العيان ده يفضل نايم كونفايند تو بيد 7 ايام او 10 ايام، او ممكن يتحرك. الجماعة في اوروبا قالك ممكن يتحرك، لان الجماعة في امريكا يقولك لا، لازم يبقى confined to bed 7 ل10 ايام، علشان لو اتحرك ممكن جدا الحركة دي تعمل dislodgement للثرومبس الجلطة اللي في رجله وتعمل له pulmonary embolism. الجماعة بتوع اوروبا بيقولوا الابحاث بتاعتهم لم تثبت هذا الconcept. فالامريكان يقول لك العيان ينام في السرير ورفع رجله لفوق ومعه إلاستيك ستوكينج لمدة 7 ل10 يوم، لأن دي الفترة اللي بيبقى فيها هم متصورين إن الجلطة تلزق في الوول بتاع الفين وما تتحركش. بعد ما الجلطة تلزق ممكن العيان بعد 7 ايام 10 ايام ينزل من السرير يعمل graduated ambulation، وهيفضل عايش على شراب الدوالي وأدوية الجلطة لمدة من 3 إلى 6 أشهر، اللي هي المدة اللي محتاجينها for recanalization of deep vein thrombosed deep veins. أوكي، يبقى ده تبقى عارف إن في controversial issue regarding هل هو هيعمل complete bed rest ولا ممكن يتحرك بالelastic stoning under anti coagulant. أوكي، طيب نيجي بقى للانتيكواجلانت ثيرابي. هنستعرض الهيبرين. الهيبرين طبعا ميوكو بوليسكرايد. ايه الميكانيزم بتاعه؟ بيتحد مع الانتي ثرومبين 3، ومن اسمه ده ضد الثرومبين. الثرومبين ده اللي هو فاكتور 2 اللي بيشتغل على الفايبرينوجين وبيحوله الى انسولابل فايبرين، يعني ده اللي بيعمل الجلطة. ففي مادة في جسمنا طبيعية اسمها انتي ثرومبين 3
بتعاكس او بتحد من نشاط الثرومبين. لما بتدي هيبرين بيتحد بالماده دي وبتبقى قويه جدا وبيبقى الافكت بتاعها على الثرومبين فيري افيشنت وبتمنع تكون نيو ثرومباي. وفي نفس الوقت هو انهبيتنج فاكتور 9 و10 و11 وليه مايلد ثرومبوليتيك افكت. انما مينلي اتحاد الهيبرين مع الانتي ثرومبين 3 هو ده الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. اوكي طيب وفي طبعا هنا الهيبرين لازم تعمل له مونيتورنج بال اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم اي بي تي تي وفي انسيدنس اوف بليدنج ك result of high dose. علشان نتفادى المشكلتين دول بنلجأ لـ low molecular weight heparin زي الانوكسبارين. الجرعة بتاعته 1 ملي جرام بر كي جي كل 12 ساعة بيتاخد سبكوتينس وده بيميزه عن الهيبرين. الهيبرين اي في انما ده سبكوتينس. اوكي فالهيبرين بقى ممكن يتاخد ازاي بقى الانفراكشنيتد هيبرين؟ بيتاخد الاول لودينج دوز. لودينج دوز هنا بيقول لك ايه 80 يونت بر كي جي. لو البني ادم 70 كي جي فلما تضرب 70 في 80 يديك حوالي 5000 وحده. يبقى اللودينج دوز بتاع الهيبرين 5000 وحده في الوريد لودينج دوز الاول يعقبها انفيوجن حوالي 1000 وحده كل ساعة. ده الايديال سيناريو ان انت تدي هيبرين. والدوز زي ما اتفقنا بيحكمها الاي بي تي تي. ان انت النورمال بتاع الاي بي تي تي 30 ثانية او 40 ثانية. فالهدف بتاعك ان انت تعلي الدوز لغاية لما توصل بالاي بي تي تي الى 60 ثانية او 80 ثانية. يعني ضعف الاي النورمال. وبتقعد تدي هيبرين لغاية لما الساينز بتاع الثرومبوزس تختفي اللي هي الورم والألم والتندرنس. وده بيحتاج حوالي 7-10 أيام. بعد كده هتنقل طبعا على الأورال أنتيكواجلانت بس بعد ما تعمل أوفرلاب. أوكي ده جدول بقى مهم بيوضح لك الفروق ما بين الانوكسيبارين اللي هو fractionated heparin وال unfractionated heparin. اوكي فالهيبرين بيتحد مع الانتي ثرومبين 3 انما الانوكسبارين بيعمل انهبيشن لفاكتور 10 اكتف وده الكومن باس واي بتاع الكواجوليشن كاسكيد. وهو بيعمل انوكسبارين انهبيشن لفاكتور 10. الهاف لايف بتاع الهيبرين ساعة ونص أو ساعتين وده ميزة لو العيان بتاعك جاله بليدنج كومبليكيشن للهيبرين جرعة زيادة مثلا فجست انت بتوقف الهيبرين. انما الهاف لايف بتاع الانوكسبارين 12 ساعة. هيبرين بيتاخد اي في ساعات يتاخد سبكتينس في البروفلاكسس ساعتين قبل العملية. إنما الانوكسبارين اللو مولكولار ويت هيبرين سبكتينيوس. المونيتورينج بتاع الهيبرين الاي بي تي تي هنا ده مش محتاج مونيتورينج. اوكي الانسيدنس اوف انديوسد ثرومبوسايتوبينيا اسمها هيبرين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا اتش اي تي او هيت. هنا حوالي 5% هنا أقل من 2% فده ميزة. يبقى بيتميز الانوكسبارين عن الهيبرين انه بيتاخد سبكتينس بيش اي في ان هو مش محتاج مونيتورينج. والانسنس اوف بليدنج كومبليكيشن او ثرومبوسايتوبينيا أقل من الايه الهيبرين. عشان كده الانوكسبارين كان بي تيكن ات هوم انما الهيبرين شود بي اولويز ان هوسبيتال. والكمبليكيشنز بقى بتاعت الهيبرين اللي هو ممكن يعمل بليدنج يعني البالانس يختل. انت وانت بتزبط الجرعة عليت بالجرعة شوية الـ APTG عدى الـ 80 ثانية
فحصل بليدنج. بتعرفوا ازاي؟ في صوره بروزنج سبكوتينسلي ابيستاكسيس هيماتوريا جي اي تي بليدنج. ففي الحاله دي بتوقف الهيبرين، بتعمل في المعمل تقرر الاي بي تي تي، ممكن تدي بروتامين سلفيت 1 ملي جرام كان نيوترلايز 100 وحده من الهيبرين. اوكي، ممكن الهيبرين ما يشتغلش والثرومبوزس يستمر. في عيانين عندهم هيبرين ريزيستنس، ممكن الهيبرين يعمل انديوست ثرومبوسايتوبينيا، وفي الحاله دي يو شود ستوب هيبرين. اوكي طيب، هنا بقى امتى تخش بالاورال انتيكواجولانت؟ انت بتدي الهيبرين، تحتاج 7 لـ10 ايام، اخر 3 ايام تعمل اوفرلاب وتخش بالماريفان اللي هو وارفارين اورال انتي كواجولانت. الهيبرين بيتاخد اي في، انما الوارفارين اللي هو الماريفان اورال. المونيتورينج والكنترول بتاع المعمل بتاع الهيبرين بالاي بي تي تي، انما الوارفارين بالاي ان ار. الاي ان ار نورمالي approximately 1، انت عايز الـ INR في العيان اللي هو بياخد وارفارين 2.5 أو 3. اوكي، الانتيدوت الترياق بتاع الهيبرين بروتامين سلفيت في حالة حصل بليدنج، الانتيدوت او الترياق بتاع الوارفارين في حالة حصل بليدنج هيبقى فيتامين تي انجكشن. لو الموضوع مستعجل جدا والعيان عنده سيفير بليدنج، هتضطر تنقله فريش فروزن بلازما، عشان دي هيبقى فيها كل معامل التجلط اللي كان الوارفارين بيشتغل عليها. الكلوتينج فاكتور اللي كان الوارفارين بيوقفها 2 و7 و9 و10، 2 و7 يساوي 9، وبعد 9 10. ده المنظر ده بيبين لك انترافينوس اي في سي فلتر. في العيانين اللي بياخدوا انتيكواجولانت ومش شغالة فيهم كويس وستيل عندهم شاور اوف امبلاي طالعة لللنج، او فيهم كونتر انديكيشن ان انت تدي انتيكواجولانت، بيركوتينسلي عن طريق الجاجلر فين في الرقبة بتعمل بليسمنت للفلتر ده. الفلتر ده زي ما هو واضح في الشكل بيسمح بمرور الدم، انما يحوش الثرومباي. والفكرة بتاعته متخذة من صناعة البترول، ان في انابيب البترول اللي هي ماشيه على الارض بيزودوها بفلاتر من دي علشان اي اجسام سوليد سبستانس تتحاش والبترول بس هو اللي يعدي. نفس الفكره خدوها في الطب وعملوا انفيرو فينكافا فلتر في حالات اللي هي ما بتستجبش للانتيكواجوليشن للدراجز، او عندها كونتر انديكيشن ان هي تاخد انتي كواجولانت. اوكي، واتفقنا ان الماريفان بيشتغل على الفيتامين كي ديبندنت كلوتينج فاكتورز اللي هم 2 و7 و9 و10، وان هم هو بيمنع انتاج الليفر من نيو فاكتورز، انما الفاكتورز اللي اوريدي في دمنا اوريدي منتجه بتقعد تشتغل شويه. علشان كده الإفكت بتاع الكيومارين دريفاتيفز بياخد 3 أيام علشان يبتدي يظهر. في خلال الثلاث أيام دول لازم يكون العيان بتاعك بريجد أو كفرد باي هيبرين أو إنوكسبارين. أوكي، فطبعا هو ميزة أنه هو بيتاخد أورالي، فبتبدأ بنيشال دوز 10 ميلي جرام أورالي، وبعد كده بتبقى 5 ميلي جرام. بعد 5 أيام بتطلب الاي ان ار. الاي ان ار لازم يبقى 2 إلى 3 تايمز الكنترول النورمال يعني. اوكي، ولازم تعمل اي ان ار كل اسبوعين. كل اسبوعين العيان هياخد الماريفان لمده تتراوح من 3 إلى 6 أشهر. ساعات ياخدوا مدى الحياه. امتى بقى؟ indefinitely مدى الحياه، لو عنده ريثرومبوزس او عنده ريكارنت بالموناري امبوليزم. في الحاله دي هياخد الماريفان indefinitely. اوكي، وزيه زي الهيبرين الاورال انتيكواجلانت ممكن تعمل بليدنج. في الحالة دي هتخفض الجرعة او هتدي فيتامين كي
اي في. لو انت مستعجل جدا والعيان بتاعك شوكد مثلا عنده سيفير ماسيف ريتروبروتينيال هيمرج بسبب الماريفان، هتضطر تدي فريش بلاد او فريش فروزن بلازما ترانسفيوجن. اوكي، في مشكله تانية في الاورال انتيكو اجلانت ان هي بتتفاعل مع ادويه تانية. الاورال انتيكو اجلانت بيبقى ماشي في الدم متحمل على بروتينز، ففي ادويه زي الانتي انفلاماتوري دراجز وزي ال H2 بلوكرز بتزيحوا من البروتينز دي، فلما تزيحوا من البروتينز اللي هي في الدم يبقى أكتف، يبقى بالتالي apparently العيان كأنه بياخد جرعة عالية، يبقى العيان معرض لإنكريز أنتي كواجلانت إفكت من الماريفان، فممكن ينزف، ممكن ينزف. طب إيه بقى الكونترا إنديكيشن إن أنت تدي أنتي كواجلانت؟ في أبسوليوت، في تروما او عمليه على البرين او السباينال كورد او على الاي، او العيان بتاعك عنده هيموراجيك ديسيسز، او في ريلاتيف كونترا انديكيشن، في ميجور فيسرال انجري، في ميجور اكيوت فراكشر، هيستوري اوف سيريبرال هيموراج، او هايبرتنشن فوق 180 على 120، او بيبتيك ألسر. طيب احيانا بقى ما نقدرش، العيان بتاعك دخل في الميجيا البا دولنس نتيجه سيفير اليوفيمرال ثرومبوزس، ففي الحالة دي هيحتاج كاثيتر دايركتد ثرومبوليتك ثيرابي، بيركتينسلي بتدخل قسطرة لغاية مكان الجلطة وبتحقن فيها مواد تذيب الجلطة، ديسولف فريش ثرومباي، لأن الموضوع ده ما بينفعش بعد 3 أيام من الجلطة. المواد دي زي إيه؟ زي الستريبتوكينيز واليوروكينيز و تبا اللي هي تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. فلما البلازمينوجين بيبقى اكتيفيتد انتو بلازمين، ده بيفتت الايه الثرومبس. اوكي، مشكله الثرومبوليتيك ثيرابي ايه؟ ان هو اكسبنسيف، ممكن يؤدي الى بليدنج، لان ده بيمنع التجلط فالعيان بتاعك ينزف، وممكن يبقى ليه allergic reaction. اوكي، وقلنا insertion والindication of insertion of vena cava filter. بكده يبقى انتهينا من مراجعة الموضوع من كتاب القصر. Thank you so much for watching this video. This is Dr. Baki from Egypt in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. مرة جاية هنتكلم عن varicose veins و pulmonary embolism. Now it's time to like, dislike, share and subscribe.